الماكرو. الماكرو من الأدوات المهمة جدا في برنامج الإكسل، وللأسف ما بيدرسوش الماكرو في الاي سي دي ال، لكن ممكن تدرسها في برنامج أو دورة الموس مايكروسوفت أوفيس سبيشاليست. الأداة دي أداة مهمة جدا، بتوفر لك الوقت والمجهود، يعني ممكن تنفذ مجموعة من الخطوات وتسجلها على هيئة أكواد في الفيجوال بيزك أو الفي بي اي الموجودة داخل الإكسل، وبضغطة واحدة بس ممكن تنفذ لك جميع الخطوات دي. طبعا بتوفر لك وقت كبير جدا، يعني مثال زي اللي قدامنا دلوقتي، انا عندي اسماء طلبة وموجودين في الصف الثاني والاول، والفصول زي ما انت شايف الكلاس A وB وC والكلام ده كله. انا عايز ارتب الحاجات دي كلها، الاول هحدد الرينج كله كده وهرتبهم على حسب المرحلة بتاعتي. هرتبهم مثلا، انا عايز صفوف الصف الاول لوحده والصف الثاني لوحده، وبعد كده ارتب على حسب الفصول، وبعد كده ارتب على حسب الاسماء. طبعا الكلام ده اعمله في كذا خطوة، والخطوات ديت انا عايز انفذها بعد كده بمجرد ان انا اضغط ضغطة واحدة بس على شكل معين. الكلام ده هيتم ان شاء الله من خلال الماكرو. الماكرو بتظهر في تاب جديدة اسمها الديفولوبر. الافتراضي ان التاب دي مش موجودة، بروح من قائمة فايل وبعدين اختار اوبشن، وبعدين اختار كاستم ريبون، ومن كاستم ريبون بعلم على الديفولوبر وبعدين بقول له اوكي. التاب بتاعت الديفولوبر فيها مجموعة من الأدوات، وخصوصا الأدوات الخاصة بالفي بي اي أو الفيجوال بيزك داخل الإكسل. هنستخدم الأدوات دي كتير في الحلقات اللي جاية أو في الفيديوهات التالية. النهاردة أنا عايز دلوقتي أسجل ماكرو. أسجل ماكرو يبقى بضغط على كلمة ريكورد ماكرو. بضغط على كلمة ريكورد ماكرو وأديله اسم معين مثلا أي اسم، وبعدين أقول له أوكي. كده الماكرو بتاعي شغال. أحدد الرينج اللي أنا عايز أعمله ترتيب أو ترتيب أبجدي، وبعد كده بطلع على التاب اللي هي الهوم واختار Sort and Filter، وبعدين اختار Custom Sort. أنا عايز أرتب الأول على حسب الصف، والصف عندي موجود في العمود B، يبقى أنا بقول له رتب لي أبجدي From A to Z على حسب العمود B. بعد كده بقول له أوكي. كده المرحلة أو الصف الأولاني جه على بعضه. بعد كده انا عايز ارتب على حسب الكلاس او الصف نفسه. هنحدد الرينج المرة دي سنة اولى بس، مش عايز احدد سنة تانية معايا، لان لو عملت تانية معايا دلوقتي هجيب لي اللي موجود في الصف A في سنة تانية هيدخله في سنة اولى، يبقى لغى الترتيب اللي انا عملته للصف الاول. انا حددت سنة اولى بس، عايز اشوف كل صف موجود عندي. أو ممكن أرتب الأسماء أبجدي وبعد كده أرتب على حسب الصفوف بتاعتي. هرتب على حسب الفصل وأشوف كده. أروح من سورت تاني وبعدين أقول له كاستم سورت ورتب لي على حسب الكلاس اللي هو السي. بعد كده أقول له أوكي. كده جاب لي الطلبة اللي هما في الصف أولى ابتدائي حرف الـ A ما ورا بعض، وبعد كده حرف الـ B، وبعد كده حرف الـ C. لو أنت عايز ترتب بقى بتوع أولى ابتدائي الكلاس A أبجدي، ممكن احدد الصف A بس لوحده، وبعد كده اروح على فلتر، وبعدين اقول له كاستم سورت، وبعدين اقول له رتب لي على حسب الـ A، واقول له اوكي. يبقى كده كل البيانات مترتبة عندك ترتيب ابجدي. الخطوات دي كلها اتسجلت كماكرو. يبقى لازم اعمل ستوب للماكرو الاول من ديفولوبر برضو، واقول له ستوب للماكرو. كده دلوقتي عنده ماكرو، ممكن استدعيه بضغطة واحدة فقط. هعمل insert وبعدين اختار اي شكل من الاشكال اللي موجودة. الشكل ده هربطه بالماكرو، هعمل كليك يمين عليه واقول له assign macro. الماكرو بتاعي كنا مختارينه اللي هي البي بي، واقول له اوكي. كده لو شاورت عليها هتلاقي فيه رمز لينك هنا، لو ضغطت عليه هيبدأ ينفذ الخطوات. لو احنا بقى عملنا اي تغيير في الداتا اللي موجودة قدامنا دلوقتي كده، وبعدين اشوف الماكرو يعمل ايه. انا لخبط بس الداتا علشان نشوف التأثير بتاعها. انا اقول له مثلا رتبهم لي على حسب الاسم، كده تلاقي في تانية اولى والكلام ده كله. فلو ضغطت هنا ضغطة واحدة لاحظت انت في كذا خطوة تنفذوا ورا بعض، وهم ينفذ لك كل الخطوات دي ورا بعضها بضغطة واحدة بس على الشكل اللي موجود قدامنا.
فاضل آخر جزئية، وجزئية مهمة جدا. علشان تسجل أو تحفظ الملف بتاعك ده لازم تقول له إنيبل ماكرو، لأنك لو حفظته بالطريقة العادية كملف عادي مش هيحتفظ بالكود اللي موجود. فأقول له من فايل سيف آز، وبحطه مثلا على الديسكتوب، بس لازم هنا في التايب بتاعتي أقول له اكسل إنيبل ماكرو، ماكرو إنيبل وورك بوك، وأقول له سيف. كده لو انت قفلت هتلاقي في أيقونة شكلها مختلف شوية عن الأيقونة التانية، يعني تلاحظ الفرق ما بين الأيقونة ديت والأيقونة دي. دي موجود عليها كده شكل صغير أو شورت كات مرسوم عليه علامة تعجب، يعني ده إنيبل للماكرو. طبعا لما بتفتح ديت دبل كليك كده وهي تفتح لي الملف ده، بيبقى محتفظ جواه بالماكرو نفسه، وظهر لك رسالة قال لك إنيبل كونتنت، بقول له إنيبل عشان يعمل لي إنيبل للماكرو، يبقى كده الماكرو شغال معاك. كده هنروح للديفلوبر. هنا الماكرو اهو، لو دخلت بقى على الفيجوال بيزك ده كده هتلاقي في الميديولز هنا ميديول اهو، دي الاكواد اللي الفيجوال بي الاكسل اللي كتبها بلغه الفيجوال بيزك. شايف الكود ده كله؟ كل الكود ده اتكتب بحيث ان هو ينفذ لك الكلام ده كله بمجرد استدعاء اللي هو البي بي، ده اللي عمل لك سيلكت او تحديد للرينج على او سورت ترتيب على حسب الاسم وعلى حسب الصف. بكده يبقى عرفنا ازاي نستخدم او نعمل اداه الماكرو، ازاي نسجل الماكرو، وازاي نعمل له ستوب، وازاي نعمل له لينك على شكل معين، وازاي نحفظ الملف بحيث ان هو يحفظ معاه الكود الخاص بالماكرو. ان شاء الله المره الجايه هنستخدم ادوات الفيجوال بيزك في استدعاء البيانات وعمل فلتر او تصفيه تلقائيه باستخدام ادوات الفيجوال بيزك، وبرضه دي ادوات تريحنا جدا وتوفر علينا الوقت والمجهود. إن شاء الله اللي هيشترك معنا هيتابع استخدامات حديثة للإكسل متقدمة عن المنهج الموجود للـ ICDL، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.